شفتوا اليوم التجمهر اللي قايدوا سعيد الجزيري اللي هو عنده إذاعة غير قانونية. احنا الهيئة أخذت قرار أخيرا في عدم إسناد إجازة للإذاعة هذه. احنا كان أخذينا قرار بعدم إسناده في 2014، لكن هو تقدم بقضية أمام المحكمة الإدارية، وفي 2018 خرج الحكم القرار التعقيبي يقول يعني يلزم يلغى القرار متاع الهيئة. لغينا القرار هذاك وعاودنا انظرنا حسب ما ينص عليه قانون المحكمة الإدارية، وعاودنا انظرنا في الملف، نقينا الأشياء اللي يلزم تتوفر في الملف غير موجودة. اليوم مجيش عباد جايين قدامي حاصروا في الهيئة، الهيئة اللي هي هيئة دستورية، وهذا مع الأسف الشديد معناها غير مقبول. راه تو احنا بينشر التظاهر حق من الحقوق، لكن بالطريقة هذه معناها ناس قاعدة تقلق في مصالح متاع الهيئة، وتمثل خطر كبير وحتى على الناس العاملين في الهيئة. وإحنا راه حاولت نكلم وزير الداخلية، مع الأسف الشديد ما نجمش تحصل عليه الآن وزير الداخلية، لأنه العملية معناها مش معقولة. وهذا راهو عنده أيامات، هو يحذر راهو ويحذر عن طريق الانترنت وفيسبوك إلى غير ذلك، ويقول للناس كيفاش يجيوا للهيئة بالفيديو إلى غير ذلك. هذا نائب من نواب الشعب يا رسول الله، تو معقول هكذا؟